الاجهزه الامنيه في البحيره قدرت ان هي تحبط تهريب 45 طن رز قبل بيعه في السوق السوداء. 45 طن و25 طن مكرونه و10 طن رز بدون فواتير. ايه ده؟ طب فين كان الكلام ده؟ الكلام ده كان داخل مركز لتعبئه وتغليف في الغردقه كمان. انتوا سامعين الكميات قد ايه؟ يعني البعض بيتعامل مع حكايه التهريب دي انه عادي، انه ايه مشكله، لا ده حقي. لا لا، ده اسوأ من الاعمال الارهابيه، ولا تقل ابدا عن بشاعه الاعمال الارهابيه اللي موجوده، لانها مش بس بتروع امن المواطن المصري، ده بتخليه كمان شايل هم بكره نقص السلع الغذائيه وارتفاعها، بيؤثر تأثر شديد جدا جدا في المواطن المصري.